أعزائي المشاهدين، كل سنة وأنتم طيبين وبخير وبسعادة بمناسبة بدء سنة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم قضايا وأسرار. بدأت سنة جديدة 2021، وأجمل بداية نبدأ بيها السنة هي حسن الظن بالله، وإن احنا نكون واثقين في إن قدرة الله إن احنا هنمر بأزمة ومرور هذا الوباء بخير وبسلام. بس لازم أهم حاجة إن احنا نكون موقنين أشد اليقين بأن الله لا يريد لنا سوى الخير. بما أننا النهاردة بنبدأ حلقتنا برسالة تفاؤل وإيجابية، حابة أن أنا أسلط الضوء النهاردة على نموذج مثالي للتفاؤل والطموح والإيجابية. هذا النموذج هو رجل من رجال الشرطة الأكفاء، سيادة النقيب محمود الشربجي. سيادة النقيب محمود الشربجي ليس فقط من رجال الشرطة الأكفاء المخلصين اللي بيدافعوا عن وطننا وبيضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن، لكنه مدرس للقانون بكلية الشرطة. سيادة النقيب محمود الشربجي عنده رسالة سامية حابين ان احنا نسلط الضوء عليها، بما انه حابين ان احنا نبرز نموذج ايجابي للشباب. هو عنده رسالة هي تخريج قادة وأبطال، جيل منضبط متحلي بالأخلاق والرقي في التعامل مع المواطنين. كان الهدف النهاردة ان احنا نبرز ونسلط الضوء على شخصية محمود الشربجي، ان هو حاصل على العديد من الدراسات والشهادات في كافة مجالات القانون وفي التعامل مع الأزمات. له الكثير من المؤلفات في الضوابط النفسية والإنسانية. نتمنى له مزيد من التفوق والرقي والتقدم، وأنا حبيت النهاردة أن أنا أركز على عليه كشخصية إيجابية نبدأ بيها 2021. رسالة لكل الشباب، اسعوا ورا حلمكم واوعوا تيأسوا. ونبدأ فقرات حلقتنا النهاردة، وموضوع حلقتنا النهاردة بحث تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ومناقشة مدى تلك الأزمة وكيف نعبر بها. معنا ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الليبي الأستاذ عمران هارون. أهلا بحضرتك، نورتنا في البرنامج. أهلا بك دكتورة وبمشاهديك الكرام وبالضيف الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور علي الصلح. نعم، احنا معنا هيكون أثناء الحلقة في مداخلة تليفونية مع الدكتور علي الصلحي خبير اقتصادي ليبي، هيتابع معنا أحداث الحلقة. أستاذ عمران، من أبرز الموضوعات اللي ظهرت على الساحة الدولية دلوقتي وبقت من أهم اللي بتحوز محل اهتمام كثير من المفكرين والاقتصاديين هو تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، لأنه هو أصبح وباء عالمي ليس يقتصر على دولة معينة. صحيح. ضرب كل اقتصاديات معظم الدول الكبرى. كيف نعبر تلك الأزمة بأقل الخسائر قبل الدخول في ركود عميق؟ صحيح. هو دكتورة يعني ظهور جائحة كورونا يعني يمثل لحظة فارقة في مسار البشرية ولحظة استثنائية. لهذه اللحظة تداعيات يعني كبيرة جدا على العالم، سواء كان ذلك على المنظومة الاقتصادية صراحة التي أثبتت يعني هشاشتها، حيث أن النظام الدولي لا يمتلك يعني أدوات في المدى القصير لمواجهة هذا الفيروس أو هذا الوباء. يعني شفنا يعني حتى العديد من الدول والعديد من التكتلات التي يعني منضمة تحت يعني مظلة هذه الدول يعني هددت بالخروج مثلا من الاتحاد الأوروبي ومن بسبب إقفال صراحة أغلب الدول على بعضها البعض، مما شكل يعني ركودا اقتصاديا بالفعل يعني كبير جدا. اما من الناحيه الاقتصاديه دكتوره، قد نرى يعني تحول كبير يعني في مراكز الانتاج. مرورا معنا مداخله مع الدكتور علي الصلحي الخبير الاقتصادي الليبي. اتفضل يا دكتور معنا. دكتور لو سمعني، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، اهلا بيك وبالمشاهدين جميعا وضيفك الكريم. حضرتك نورتنا، اتفضل. احنا بنناقش تاثير جائحه كورونا على الاقتصاد العالمي. هي اصبحت ازمه ليست تقتصر على دوله بحد ذاتها، بل اصبحت هي محل اهتمام جميع الاقتصاديين الان. كيف نعبر تلك الازمه؟ كيف نخرج من هذا المازق باقل الخسائر؟ ممكن حضرتك كخبير اقتصادي تقول لنا كيف نعبر تلك الازمه؟ بالنسبة للاقتصاديات الحديثة وخاصة الآثار الصحية الآن على الاقتصاد العالمي، أثر بشكل مباشر على الميزان التجاري يعني للدول سواء النامية أو المتقدمة، وبذلك أظهر الحاجة الملحة إلى أن الإنتاج الجديد والتغير الجديد، حيث أن العالم الآن نشهده يتحول من العالم العادي والتقليدي إلى عالم جديد يتعلق بالاقتصاديات الحديثة. إذا اليوم نحن نتحدث عن عدم الاتصال المباشر، نحن نتحدث عن الاقتصاد الرقمي، نحن نتحدث أيضا عن أن الاقتصاديات العالمية إحنا بنبحث وسائل وبدائل جديدة تمام. نعم، فأني أنا أتحدث اليوم على نموذج العولمة الاقتصادية، وهذه العولمة في العديد من الصحف والمراجع والمقالات الواضحة للأساتذة والخبراء الاقتصاديين سواء على المستوى العربي أو المستوى الإقليمي، فإني أتحدث عن أن اليوم يتحقق جزء من الاقتصاد العالمي الجديد، فإني أتحدث على أن بدأ الاقتصاد يتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وبالتالي هو مش في موضوع الاقتصاد الرقمي بس يا دكتور لو سمحت، هو كمان هذه الجائحة أصبحت بترسم مستقبل مختلف تماما في كل المجالات، يعني الاعتماد على التكنولوجيا والتعامل عن بعد في كافة المجالات. هل هنا في بدائل خاصة ازاي ان احنا يعني هنجتاز تلك الازمه؟ يعني دلوقتي معظم الدول الاوروبيه دلوقتي فيها حظر كامل، تمام؟ ازاي ان هيبقى في الاقتصاد هينتعش في ظل تلك الازمه؟ الاقتصاديات صراحه اصبح النشاط الان نشاط الكتروني، اي ان تمام. يوم تكلموا عليه نشاط اقتصادي جديد، ان اي دوله لديها الرغبة والقدرة على أنها تكون في هذا النموذج الجديد فهو نموذج يلتحق بالركب الجديد أو بالركب العالمي، وهي نموذج من نماذج الهيمنة. على فكرة نحن اليوم نتكلم على هيمنة جديدة في الاقتصاديات، خاصة على الاقتصاديات العربية، فإن الأزمة الآن لو نتكلم على الشروط اللي أنا نعبر الشيء هذا والأزمة هي سابقة أولاً. السابقة أين؟ هي أن حضرتك هتخليك معنا متابع أثناء الحلقة ومتواصل معنا، أوكي؟ أستاذ هارون عمران، سوري. فيروس كورونا دلوقتي ما هوش بيمثل معاناة صحية دلوقتي بتواجه الإنسان في كافة أنحاء العالم، بل هو دلوقتي الآن معاناة اقتصادية من الدرجة الأولى. باعتبار ان هذا الوباء ضرب كل اقتصاديات دول العالم، ازاي نخرج من هذا الانهيار الاقتصادي؟ صحيح، هو يعني ازمه يعني كورونا يعني تعتبر اسوأ ازمه اقتصاديه مر بها العالم منذ لازمه الكساد الكبير 1929، أثرت على أغلب القطاعات الاقتصادية، مثلا قطاع السياحة الذي يمثل 10% من تكوين إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، أيضا قطاع الزراعة، قطاع صناعة السيارات مثلا، وذلك كلها يعني عوامل أثرت على أو سببت في انخفاض في أسواق الأسهم حوالي بنسبة 15%، يعني مما أدى ذلك إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الذي كان حوالي 435,000 برميل يوميا. أيضا الخروج من هذه عايزين نحط محاور، إزاي نقدر نجتاز هذه؟ يعني إحنا دلوقتي في أزمة،
تمام، ويعتبر دلوقتي باعتباركم خبراء اقتصاديين يعني يعتبر مجالكم دلوقتي لحل تلك الأزمة. احنا عايزين نخرج بأقل الخسائر، عايزين العالم كله، مش هنقتصر على دولة معينة، لأن احنا دلوقتي وحدة لا تتجزأ، الفيروس صحيح. بينتشر. ازاي دلوقتي نبدأ؟ ازاي نخرج؟ ازاي، ايه هي أول درجة هنقف عليها علشان نمر بتلك الأزمة؟ صحيح، هو في اعتقادي أنه يعني سيكون عالم اقتصادي يعني جديد، أن هذه الدول ستهتم بعدة متغيرات في تمام اقتصادياتها وعدة يعني قطاعات، منها مثلا الاهتمام على الذات أصبح دكتورة يعني مهم جدا، أيضا الاهتمام بالموارد المحلية لهذه الدول وكيفية يعني تشغيلها بالشكل الصحيح، أيضا الاهتمام بقطاع التنمية البشرية والصحة والتعليم أصبح مهم جدا في هذه المرحلة، أيضا الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والعمل عن بعد، أيضا حنشوف يعني تغيرات هيكلية يعني كبيرة جدا في التكتلات الإقليمية، أيضا الاهتمام بموضوع الزراعة والاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي أصبح من يعني في الأولويات. بدائل دلوقتي، صحيح، بدل معظم الدول اللي كانت قائمة اقتصادها على الاستيراد، صحيح، دلوقتي هيبقى في مجالات وبدائل أخرى زي النهضة الزراعية، النهضة الصناعية، صحيح، صح؟ جاء هذا كله من بعد حدوث الأزمة والجائحة، أغلب الدول أقفلت على نفسها، ف يعني أغلب الدول كانت يعني تسترد في المواد الخام والمواد النصف يعني مصنعة من الدول الأوروبية، هذه الدول أقفلت على نفسها البعض، فعانت صراحة تمام من ويلات هذا الإقفال، فسبب خسائر يعني كبيرة جدا، سواء كان في الأرواح سواء كان في الـ الاقتصاد وما إلى ذلك، ولهذا هذه الدول يعني أخذت سياسات مغايرة جدا، في يعني أغلب الدول كانت موجودة في تكتلات، يعني في اعتقادي يعني أننا سنشاهد تكتلات إقليمية أخرى يعني يعني تضم دول مع دول كانت منضمة مع دول يعني تانية، في وهكذا تحالفات جديدة في دلوقتي، في 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 يعني تحالفات جديدة. خلينا نقول دكتورة أن التشكيل الاقتصادي يعني، طب هل التشكيل الاقتصادي هيهتم بالدول النامية في ظل هذه الأزمة؟ والله هو دكتورة كل يعني دولة تبحث على مصالحها، وخلينا نقول أن التشكيل الاقتصادي أو أصبح على أرض الواقع، وإن تأجل التشكيل السياسي، وذلك من خلال يعني شفنا العديد من الشركات تغيرت استثماراتها، وذلك بالفعل لي زي مثلا صحيح شركة أبل، وذلك لي لمواكبة حقبة ما بعد يعني كورونا، وخلينا نقول انتهى عصر الجماهير الغفيرة. نعم طيب، لو سمحت أستاذ عمران، دلوقتي الدول اللي هي زي ما نقدر نقول مفروض عليها عقوبات اقتصادية، والدول اللي هي اقتصادياتها هشة، هل دي من أكتر الدول اللي فعلا تمت يعني تكبدت خسائر باهظة؟ تمام، ازاي ان احنا ممكن نقدر نرسم دي، يعني الدول دي محتاجة اللي يساعدها، بما ان حضرتك كخبير اقتصادي ازاي مثلا تقدر تقيم ازاي يقدروا ان احنا نمر بسلام هذه الدول اللي مفروض عليها عقوبات اقتصادية، ازاي يخرجوا من تلك الجائحة؟ هو دكتورة في حتى قبل أزمة يعني كورونا في شفنا يعني شهدنا أزمات اقتصادية، ومثلا اليونان، مثلا البرتغال، مثلا إسبانيا، فشهدت أزمة اقتصادية لهذه يعني الدول، ويعني تدخل الاتحاد الأوروبي لحل هذه المشاكل، ولكن الدول هذه يعني صراحة أعانت في أزمة يعني كورونا بشكل يعني كبير جدا، ولكن في الخسائر يعني طالت حتى ثاني اقتصاد في العالم وهو الصين، وايضا معظم دول طالت العالم الكبرى، اول اقتصاد في العالم وهو امريكا، فالخسائر ما هيش مقتصره على دول دون دول يعني ثانيه، وانما في شكل التاثير يعني، صحيح صحيح، هو في شكل التاثير، لان هذه الدول يعني لديها ميزان يعني تجاري
منخفض جدا، لديها العديد من المشاكل، لديها الديون عالية جدا. ولهذا انا في اعتقادي ان الدول التي تعاني من نسبة الديون العالية جدا، سواء كانت ديون من صندوق النقد الدولي او ديون من البنك الدولي، انا في اعتقادي ان هذه الدول يعني دكتورة ستبيعها يعني في شكل استثمارات، وهذا ما هذه الدول تبحث عنه، وذلك مع الشريك الصيني، فهو عرض يعني بروتوكول معين وعرض خطة يعني معينة لشراء الديون هذه من الدول في شكل استثمارات لمدة زمنية يعني معينة، ثم ارجاعها على في شكل استثمارات وأرباح لهذه الدول. نعم. العالم دلوقتي كله واقف في حالة ترقب وخوف وقلق، انعكست الحالة المخاوف والترقب دي على الاقتصاد الليبي خاصة، بما ان حضرتك خبير اقتصادي ليبي، تضاعفت حجم الخسائر لأكثر من 3 مليار دولار، تمام؟ كيف يعني كيف نقدر ان كليبيا بالذات هتواجه تلك الأزمة، وخاصة بعد غلق مواني النفط واعتماد ليبيا واقتصاديتها على النفط، صادرات النفط بنسبة 88%، بعد غلق تلك المواني ازاي، ايه هي البدائل اللي ليبيا هتواجه بيها أزمة كورونا؟ هو دكتورة خلينا نوضح يعني حاجة يعني او نعطي نبذة مختصرة على الاقتصاد الليبي وما يعانيه يعني من تمام. من تشوهات يعني عديدة جدا. الاقتصاد الليبي هو دكتور اقتصاد ريعي، يعني اقتصاد احادي الجانب، يعتمد على الايرادات النفطية في تمويل الانفاق العام، اقتصاد يعني يعتبر من الاقتصاديات الاقل يعني تنوعا في العالم، يعاني صراحة بسبب اغلاق الموانئ النفطية في سنة 2013، عانى يعني خسائر حوالي 160 يعني مليار خلال السنة الواحدة، فسبب ذلك ركود اقتصادي، سبب ذلك يعني تشوهات عديدة جدا من خلال المؤشرات الاقتصادية، لكن في إصلاحات اقتصادية، في إصلاحات في السياسة النقدية خلال الأسابيع الماضية، خلال الأسابيع الماضية يعني تمثلت هذه الإصلاحات في تغيير سعر الصرف من 3.46 جنيه إلى 4.48 جنيه للدولار الواحد. ولكن دكتورة، هو أغلب الأكاديميين يعني خلي باش نكونوا يعني دقيقين، أغلب الأكاديميين يعني تكلموا على السياسة النقدية باعتبار السياسة مفيدة. يعني باعتبار أن حضرتك خبير اقتصادي، إيه أهم إنجازاتك أو دراساتك وأبحاثك في الفترة الحالية للخروج من تلك الكارثة بأقل الخسائر؟ والله هو دكتورة بالنسبة للاقتصاد الليبي يعني يجب التنسيق ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وأيضا معهم السياسة الاقتصادية التجارية، وتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد السياسة المالية المتمثلة في وزارة المالية، من هذا كله من أجل، وأيضا لا ننسى الاستقرار السياسي يعني والأمن داخل البلد. يعني لو في استقرار سياسي هيبدأ الاقتصاد سينتعش، صحيح، خصوصا ان احنا بنواجه ازمه عالميه، يعني مش مجرد ازمه خاصه بدوله معينه، صحيح، بالعكس لازم في اتحاد وفي ترابط للخروج من هذه الكبوه. صحيح، هو لو يعني توفر الاستقرار السياسي والاستقرار الامني يعني سيرجع النفط يعني 2 مليون برميل يوميا، ايضا يعني سنشاهد الشركات الاجنبيه تدخل الى ليبيا للاستثمار فيها، يعني هناك حوالي قبل 2011 يعني حوالي 200 يعني شركه اجنبيه كانت موجوده على الارض الليبيه. يعني اليوم نشاهد دكتور ان في الاقتصاد الليبي يعاني من اختلالات، يعني اختلالات في ميزان المدفوعات، وذلك من اجل عدم التنسيق ما بين السياسات الاقتصاديه. نعم. يعني حضرتك شايف ان الازمه دي هترسم مسارات لواقع جديد ومستقبل جديد مختلف في كافه مجالات الاقتصاد في كافه انحاء العالم؟ والله هو دكتوره في اعتقادي ان سيكون يعني عالم اقتصادي يعني جديد،
العالم سيتحول من زي ما قال الدكتور يعني الخبير الاقتصادي من ليبيا أن العالم سيتحول إلى عالم الرقمنة أو إلى الاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي يعني. ذلك من خلال المعطيات الموجودة اليوم على الساحة، من خلال المؤشرات الاقتصادية اليوم اللي توري فينا في 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 حجم الخسائر لهذا الاقتصاد يعني. في اعتقادي أنه يعني سيكون عالم اقتصادي جديد مختلف عن العالم العادي اللي شفناه مهيمن عليه دول دون دول ذلك. وهذه التشكيلات يعني دكتوره مش هيبقى فيه بعد كده هيمنه اقتصاديه. والله هو دكتوره يعني بدل ما تكون الهيمنه متمثله في دوله واحده، لا الـ يعني ستكون هناك عده دول، ستكون هناك عده تكتلات جديده يعني تضم دول دون دول 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 يعني اخرى. سنشاهد احتمال دكتوره يعني، وانا متوقع ذلك يعني، ان سيكون هناك طباعه عمله جديده يعني، مع يعني احتمال يتم الاستغناء على الدولار و عمله الكيو تي. والله هو دكتور مازال يعني ما تحددش هذا، ولكن عندما تجتمع العمله الرقميه هو دكتور عندما تجتمع هذه الدول يعني و يعني تفرض الهيمنه على الاقتصاد العالمي يعني ستضع عمله جديده بديله على عمله الدولار يعني. تمام. نعم. طيب ايه رؤيه حضرتك المستقبليه يعني؟ إيه انت شايف المستقبل هيكون ازاي؟ إيه شايف انت كخبير اقتصادي ازاي الازمه دي نخرج منها بقى؟ يعني حط لنا 1 2 3. والله هو بس مش خاصه بليبيا بقى يعني، بايجاز بسيط جدا لكافه انحاء العالم. والله هو دكتوره الازمه يعني طالت صراحه، اغلب الدول عانت منها بشكل يعني كبير جدا، والان هو الحل اللي موجود اليوم على الساحه اللي هو يعني نشاهده في اغلب الدول يعني بدات في اعطاء المصل هذا لمواجهه هذا التعاون والتباعد الاجتماعي خلينا نقول في في من الدرجه الاولى في من الدرجه الاولى يعني. نوع من التعاون، نوع صحيح. من المحبه او السلام اللي احنا بنسعى ليهم. نتمنى ذلك يعني، نتمنى ذلك. سعدت بلقائكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه متجدده من برنامجكم قضايا واسرار، وسعدنا بالاستاذ عمران دكتور. هارون الخبير الاقتصادي الليبي، وان شاء الله نتمنى انه يكون معنا في حلقات متجدده وحلقه جديده ان شاء الله كل يوم 4 الساعه 5. انتظرونا.